استكمالاً لحلقتنا عن العادات والتقاليد، حابين نتكلم معاكم عن رمضان زمان وعيد زمان عن دلوقتي، بالنسبة بالأخص لجيل الثمانينيات. فاكرة يا رشا أما كنا كلنا بنبقى قاعدين نستنى دار الإفتاء المصرية إنها تعلن عن رؤية شهر رمضان، وقد إيه فرحته بقى عشان مش عارفين يا ترى بكرة مش بكرة. رمضان زمان كان مختلف جداً أيامنا. في إيه بقى؟ كان كل عمارة ما تعرف إن رمضان بدأ الشباب بقى يلموا علشان زينة رمضان والدورات الرمضانية والمسابقات، ويجي كمان يجيبوا أكل لأ علشان الزينة وعشان الدورات بتاعت رمضان. وكمان كنا مختلفين، يمكن كان البطل الراديو عن التلفزيون، إذاعة القاهرة الكبرى ومسلسلات البرنامج العام. وكمان كنا قبل الفطار صوت التواشيح اللي تربينا عليها النقشبندي قد إيه كانت مؤثرة وجميلة. بالنسبة بقى للتلفزيون كان طبعا قبل الفطار بساعة كان عندنا الشيخ متولي الشعراوي لو تفتكري، وبعد كده بقى بعد الفطار بوجي وطمطم جيت، والنينجا سلاحف النينجا دمرت أجيال وبابا عبده وعمه فؤاد وبوجي وطمطم، حاجات كتير جدا كنا بنشوفها، وفطوطة كانت بتأثر فينا. وكمان ما كانش فيه افتتاح الفضاء الرهيب ده زي دلوقتي، هما كانوا ثلاث قنوات بيجي فيهم مسلسلات بسيطة كان كلنا بنجتمع عليها، وكانت المسلسلات دي يا رشا غير دلوقتي، ما كانش فيه انفصال دلوقتي، كانت بتتكلم عن بيئتنا نفسها وعاداتنا وتقاليدنا اللي بنشوفها في رمضان. دلوقتي بقى تحس انه عالم تاني، انتوا شعب واحنا شعب، انتوا فين؟ فكان رمضان زمان والقطايف اللي طالعه نازله والريسايكل، كنا بنجيب كشاكيل ونقصقصها ونعمل زينه رمضان ونلزقها بالميه والنشا، فكان في كده احساس كل حاجه بتتعمل بايدينا وكان ليه طعم تاني. واخر اسبوع من رمضان دخلت العيد بقى، والسجات اللي رايحه جايه والمناقيش. انا ليا بقى ايه تجربه حصلت لي في العيد، الميه السمن بقى وهما بقى بيسخنوه جامد ويحطوه بقى السمن البلدي على الدقيق، حرق ايديا، كنت لازم اتحشر واشتغل بقى معاه. ففعلا طعم رمضان زمان بالذات في جيل سنه 80 كان مختلف تماما، والعيد كمان كان مختلف. والمسلسلات الدينيه اللي انقرضت دلوقتي، مسلسل محمد رسول الله معرفش كل ده راح فين. اللي انا عايزه اقوله لازم نعود ولادنا عن جو الصوم وعن رمضان عشان يحسوا بالشهر، لان دلوقتي العادات ابتدت تنفصل وتحس ان في ناس ما بتصومش، او جو رمضان وكل حاجه بقت جاهزه وكل بيت وليه عاداته وتقاليده. ياسمين فعلا النهارده وريتنا رمضان بتاع زمان، احنا جيل محظوظ جدا، جيل الثمانينات، شفنا كل حاجه حلوه، شفنا العادات والتقاليد الحلوه، تربينا تربيه حلوه، الافلام والمسلسلات، كل حاجه ليها علاقه برمضان كانت جميله جدا جدا عندنا، فعلا احنا جيل محظوظ. طيب وبعدين هنعمل ايه مع اولادنا بقى؟ الجيل بتاع اولادنا اللي طالع دوت ما عندوش اي انتماء وما عندوش اي احساس برمضان ولا فرحه رمضان، هنعملها ازاي بقى؟ تيجي هنا دور الام، الام الشغوفه، الام الواعيه، الام اللي حاسه ان لازم اخلي بالظبط زي ما ياسمين بتقولي دلوقتي، لازم اخلي ولادي مصحصحين، احسسهم بجو رمضان حتى لو احنا ما عندناش نفس الامكانيات او نفس التقنيات. ازاي بقى؟ ان انا اوديهم، ايوه بالظبط، افرجهم على فيلم يعني هو بيدي الايحاء ده، او اعيش الجو بتاع رمضان من الصبح، افتح مثلا بوجي وطمطم، لا افتح لهم قناه ماسبيرو زمان، لا افتح لهم قنوات وحاجات بتشغل الحاجات بتاع حاجات قصائص الورق دي وحاجات غريبه، واعيشهم الاجواء بتاعه رمضان اللي هي القديمه. طبعا ياسمين معايا قاعده عماله تقول لا انا مش هعمل كده لاولادي، لا انا هعمل، وهي دي الام فعلا، وعسل اسود، لانها عماله تقول لي قولي عسل اسود، هو ده فعلا الجو اللي هعيش ولادي فيه. رفا قالت لنا نقطه مهمه جدا، ان احنا نغرس في ولادنا عاداتهم وتقاليدهم والعبادات، ان رمضان مش شهر صوم واكل بس، لا رمضان ده شهر عباده. يعني احنا لما كبرنا اختلف معنا ايه، بدل سيل الاعلانات والمسلسلات اللي شغال، لا نفهمهم قيمة صلاة التراويح، ازاي نمتعهم بالقرآن الكريم وقراءته يبقى شيء بالتبعية زي ما احنا تربينا صح، وان رمضان جو فيه روحانيات وهادي، كمان نرجع ولادنا للجو ده. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والشير على بيج حكايات هواني.